والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه. اما بعد عباد الله، لقد عاش عمر بن عبد العزيز بين المسلمين، وكان لسان حاله اعظم نوعا وافصح نوعا. الحال اعظم بيانا من اللسان، لان الكلام سهل يتقنه الجميع، لكن اعطيني الحال الانسان لما يرى الزهد ويرى نظافه اليد، ما تحتاج انك تعمل من خطب وتعمل من كلام. وكان وعده بمقاله غايه في البيان، وبعد ان يصدر المقال بعد ان سحقته فعالا، فما زال عمر مرضيا محمود الطريقه حتى كان اخر عمر. توفي عمر 40 عاما، فكانما استشف عمر قرب نهايته، فخطب الناس خطبه بكلمات نورانيه كانما تخرج من مشكاة النبوه. خطب من الناس فقال: وهنا في موته مع الاختلاف بين من انا مات، يعني مرض عادي، وقيل انه ربما مات مسموما. طبعا ان الصلاه والعمل قد لا يعجب الكثير، وقد يبص له اقرب الناس اليه يبصون اليه بالسم وغير ذلك. ورايناها على امتداد تاريخ الامه، ان الدسائس والضمانات تجي من اقرب الناس، خاصه لما يكون الحاكم عادي ما يطولش فيه، ولا للاسف الشديد ونراه قديما وحديثا. خطب في الناس فقال: ايها الناس، انكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، وانه لا يامن غدا الا من حذر الله وخافه، وباع نافلا بباث وقليلا بكثير وخوفا بالامان. انكم تشيعون في كل يوم غاديا ورائعا الى الله، قد قضى اجله، فتضعونه في بطن الارض في بطن الارض غير موسد ولا ممهد. قد فارق الاحباب وباشر الدرر وواجه الحساب، فاتقوا الله ووافاته وعقول الموت بكم. اما والله اني لاقول هذا وما اعلم عند احد من الذنوب اكثر مما عندي، وما اعلم عند احد من الذنوب اكثر مما عندي. ثم خنقته عبرته، فاخذ طرف ردائه فوضعه على وجهه، فبكى واجهش بالبكاء وبكى من عنده، ثم نزل من المنبر، فكانت اخر خطبه خطبها، حتى اذا نزل به الموت الذي طالما خافه، طالما افزعه، طالما لم يجعله ينام الليل، نزل به الموت بعد طول الاستعداد، فاتى اليه مسلمه بن عبد الملك بن عمي، فقال له: يا امير المؤمنين، انه قد نزل بك ما ارى، وانك قد تركت صبيه صغارا لا مال لهم به، فاوصي به اليه، او اقسم لهم من هذا المال، يقسم على بيت الله المسلمين. فقال: ادعوا لي بنيه. قالوا: حيث لابنائكم. فدعوا اليه بنيه، وكانوا بضعه عشر صبيا، فاتى بهم اليه فكانهم افراخ صغار، لا زالوا صغار. فنظر اليهم نظر الحنان: ولدي، نظر اليهم بعفو وقوه، نظر لضعف الطفوله وغرات اعينهم، فقال لهم: يا بني، ان اباكم كان بين امرين، اما ان يغنيكم ويدخل النار، او ان يفكركم ويدخل الجنه، وان اباكم قد اختار ان يفكركم ويدخل الجنه. إن وليي عليكم الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. تركتكم وصيت عليكم الذي يتولى الصالحين، ألا وهو رب العالمين. اصرفوهم عني، فانصرفوا. فجعل عمر يبتغل إلى الله في دعاء خاشع يقول: رباه، أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن أفضل ما أعددت لا إله إلا الله، ولكن أفضل ما أعددت لا إله إلا الله. ثم قال لمن حوله: اخرجوا عني. فخرجوا، فلهش بالقراءة، فكانوا يسمعونه يقرأ قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عقوبا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومات عمر بن عبد العزيز، وأسلم الروح لصاحبه، فأغمضت عيناه طالما بكت من خشية الله، وسكت فم طالما تلجلج بذكر الله، واستراحت شتان طالما قامت بأمر الله. وودع عمر الأمة الإسلامية
والخائفون قد أمنوا، والمستضعفون قد نصروا. فارق الأمة بعد أن وجدت فيها اليتامى أبا، والأرامل كافلا، والتائبون دليلا، والمظلومون نصيرا. مات عمر بعدما وجدت فيه أمة الإسلام عمر بن الخطاب، بعد أن لمست في عهده الأمن والطمأنينة والروحانية والسكينة والعدل والأمانة والاطمئنان. مات عمر وقد حقق ذلك كله، ليس في 20 سنة ولا في 10 سنين، ولكن في 2 سنة و15 أشهر. هذا يدل على أن الرجال لا تقاس بأعمالها ولكن بإمامها وأعمالها. فسلام على عمر في الصالحين، وسلام على عمر في العالمين. هذه سيرة عمر بن عبد العزيز. فما عليكم يا شباب الإسلام إلا أن تقتلوا بوالي هذه الأمة، لا أن تقتلوا بالتأثير من أعداء أمة الإسلام. والنجم أمة الإسلام قريب إن شاء الله، وبشرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه بعد الظلام ستأتي خلافة على منهج الأمة، فأعد له التقوى والإيمان والعمل الصالح. أما بعد، عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر من نصر الدين، وخذ من خذل المسلمين. اللهم قيد لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويحكم فيه شرعك. اللهم ثبتنا على دينك إلى أن نلقاك وأنت راض عنا. اللهم ثبتنا على دينك إلى أن نلقاك وأنت راض عنا. اللهم من أراد ببلادنا خيرا فأرسله إلى كل خير، ومن أراد بها غير ذلك فخذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم احكم دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احكم دماء المسلمين في سوريا وبالعراق وباليمن وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم قيد للمسجد الأقصى رجالا يذبون عنه ويذبون عن دماء برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بلغنا نرى في أقصى محرم